ايه ده؟ لا لا انت لازم تحقي يا اهدي بس اهدي اهدي، لازم تعرفي كويس ان هي في الاول واخر امك، وهي السن الكبير دوت ربنا يديهم طول العمر في طاعه الله. السن الكبير يبقى واجب عليها انها تصلي وتقعد واحنا بنخدمها، لكن كده علينا خلاص. انا انا هخلي دكتور كريمه يقول لك الرساله اللي واقفه على لساني، بس دكتور هيقولها لك يا منى. حاضر يا منى. معانا مين تاني؟ اتفضلوا. مين؟ سلام عليكم. معانا انجي. سلام عليكم يا انجي. سلام، مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. دكتورة ميار، يعني أنا سعيدة إن أنا بتواصل، وكنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ أحمد كريمة. اتفضل. بالنسبة لصلاة قيام الليل وصلاة التهجد، أي. هو دي توقيتها إمتى ودي توقيتها إمتى؟ تمام. وأقل قد إيه في صلاة قيام الليل وكذلك التهجد، وأقصى حد ايه؟ انا فهمت من الشيخ احمد انه تقريبا ملهاش اخر، يعني ملهاش سقف منتهى. لكن الاقل بقى ركعات المفروض ان انا اقل ركعتين، اقل حاجه ركعتين، ما الواحد مش هيصلي ركعه. فاهماني يا حبيبتي؟ لا انا فاهمه. لا اصل في ناس بتقول انه قيام الليل لازم على الاقل 8 ركعات. مفيش اقل، مفيش حاجه اسمها اقل، زي ما تفضل دكتور برضه هو هيجاوب طبعا، يعني لا يفتى ولا ملك في المدينه. فانا طبعا هنقل استفسارك لفضيل الدكتور احمد كريم. مين معانا تاني يا امل؟ طيب طب خلينا ناخد بقى بدايه، يعني نبدا من الاخر. قيام الليل، في فرق يا فضيل الدكتور بين قيام الليل والتهجد؟ قيام الليل كما قلنا سيدتي من بعد صلاه العشاء الى ان ياذن الله باذان الفجر، كل دي اسمه قيام الليل. التهجد هو مخصوص بالثلث الأخير من الليل، يعني ممكن الواحد ينام ويسهر، أو ممكن من بعد نصف الليل فصاعدا إلى الفجر. ده التهجد. تمام. لربنا قال عنه سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلى الله عليه وسلم. العدد 60 عائشة رضي الله عنها بتبين رحمة النبي بأمته. قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اللي هو تهجد عن 11 ركعة، 2 شفع وواحدة وتر، 8. بس مش عدد إلزامي. يعني بعض اللي بيفتوا غلط من المستشيخين والجهلاء يقول لك مثلا التراويح لابد أن تكون 8. غلط. طب في عهد سيدنا عمر صلت 22 ركعة. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز صلت 36 ركعة. فالإنسان على قدر